عيني راحت، اتصبت بطلق الكرتوش في عيني، كان هيحصل لي نزيف داخلي في المخ لو ما كنتش لحقت واتسرعت وقفوا النزيف. انا اسمي صلاح الدين ايمن صلاح الدين ابراهيم، عندي 20 سنه، ساكن في 6 شارع صلاح الدين، متفرع من حامد نافع. حضرتك انا كنت والدتي فاتحه محل بقاله وانا بساعدها فيه، وكنت رايح اجيب لها بضاعه من عند العزقلاني في شارع 68، وحصلت خناقه في منطقه التوته، وحضرتك وانا معدي حصل ضرب نار وحصل ضرب شماريخ والناس بتحدف على بعض طوب وازاز، وفي المشكله وانا معدي حضرتك اتصبت بطلق الكرتوش في عيني. شاب جري عليا وراح ضارب في وشي، انا وقعت وجيت اقوم من على الارض، راح ضارب طلقه كمان، دي كانت اتصبت بيها في عيني. وبعد كده ناس خدوني على المستشفى، كنت انا اغمى عليا، خدوني على مستشفى القصر العيني. بعد كده لما دخلت القصر الدكتور اللي عمل لي العمليه طلبت ان انا اجيب والدي عشان انا كان هيحصل لي نزيف داخلي في المخ لو ما كنتش لحقت واتسرعت ووقفوا النزيف. عملت العمليه واتحجزت في المستشفى يومين، والكلام ده كان يوم 2/2، وخرجت من المستشفى يوم الاربع اخر النهار، وبعد كده رجعت على البيت. وبعد كده عرفت الشخص اللي ضربني بالنار، لما عرفنا المشكله كان سببها طرف ساكن وناس صحاب صيدليه، وده جاب ناس وده جاب ناس، وحصلت المشكله وحضرتك انا اتأذيت، وانا دلوقتي مش عارف اعمل ايه وعيني راحت. ورحت للدكتور مره واتنين وتلاته، عملت معاه متابعه، والمفروض ان انا كنت عامل عمليه يوم الاربع اللي فات، يوم السبت اللي فات كنت المفروض اعمل عمليه تاني، حضرتك طلبوا مني اشاعات، عملت اشاعات والاشاعات غاليه وانا على قد حالي انا ووالدي. بعد ما عملنا الاشاعات المفروض ان النهارده كنت اروح للدكتور، رحت له، جيت بقدم له الاشاعات، قال لي انت لازم تجي لي يوم الاربع يوم السبت الجاي عشان تيجي بدري عشان نشوف ومش نشوف، وحضرتك انا عمال الف والادويه بتاعتي غاليه وانا مش عارف اعمل ايه. كان عندي انفجار في شبكيه العين وفي البوصله، ولسه في اثار طلق الخرطوش هنا وهنا، وكان في رقبتي، دول طلعناهم، ولسه فاضل هنا طلقتين، وهنا برضو نفس الكلام، ولسه جوه العين وفوق العين من هنا الناحيه دي في حضرتك طلقه، وفي من هنا في وشي برضو طلقه، ولسه في قاع العين لسه في البليه، والمفروض ان انا اعمل عمليه تاني. بس ايه اللي تم بقى بعد كده؟ مفيش حاجه تمت، ومفيش اي مفاوضات حصلت، ولا حد جه ولا عمل اي حاجه. كل اللي بيجي يتكلم معانا احنا هنحله، وخايفين ان احنا نكون عاملين محضر او قضيه، بس حضرتك انا عامل محضر باسم اللي ضربني بالنار، عملته في الاسم، وقدمت التقرير اللي انا اتخرجت بيه من المستشفى ان حضرتك لازم راحه تامه لمده شهور عده، وكتبوا لي على العلاج وماشي على العلاج بانتظام. اتفاجئت ان حد جاي بيقول لي الحق ده ابنك اتضرب بخرطوش ناري، جريت على عمامه وخدنا بعضنا ورحنا القصر العيني. اتفاجئت بالدكتور بتاع القصر العيني بيقول لي ابنك لازم نعمل له عمليه فورا عشان نوقف النزيف اللي جاي من العين للمخ عشان ننقذ حياته. قلت له اعمل العمليه، وكتبت الاقرار بتاع العمليه، وفعلا عمل العمليه. طبعا اتفاجئت ان بالتقرير الطبي اللي الدكتور كاتبه، قال لي انا ما اضحكش عليك وهصارحك، مهما عملت من عمليات انا مجرد ان انا بعمل عمليه لابنك ان انا اشيل له البليه، لكن ان عينه ترجع تاني يشوف لا، يتزرع له شبكيه، يتزرع له قرنيه، يتزرع له عدسه، ايا كان اللي هيتعمل منها دوت ملوش اي قيمه، هي بس عشان هتبقى شكل. واتفاجئت كمان بقى حضرتك ان عينه الثانيه اللي هي كانت المفروض بقى السليمه ضعيفه، فالوضع دلوقتي مع ابني بقى مستاء جدا، ده شاب ومستقبله عشان خاطر مثلا واحد معاه فلوس يديها لبلطجيه يضربوا في بعض على بيت ولا على حاجه الناس تضيع فيها في الرجلين. انا راجل ارزوق على الله، رحت القصر مره واثنين وثلاثه ومش عارف اعمل ايه. ولاد الحلال اللي الصراحه اخويا ساعدني في اشاعات، الناس ولاد حالات ساعدوني في علاج ان انا اجيبه. طبعا حضرتك الاشعه اللي موجوده دي اشعه مقطعيه على المخ، وفي حاجات سونار تكلفتها 400 جنيه لوحدها بس في القصر العيني. اللي انا طالبه ان اللي عمل كده ده ياخد جزائه،
لازم اللي عمل حاجة يتحاسب عليها. مش احنا مش في قاعدين في غابة ان كل واحد بلطجي يمسك سلاح او ايه، او حد يحرض معاه يكون فلوس يدوس على مخلوق ربنا. احنا دلوقتي في زمن غير الزمن، الحمد لله في حكومة، في الحمد لله يعني حد يجيب لنا حقنا. اما بالنسبة لابني انا عايز بس يعني ان انا اعمل عملية ابني، لان انا معيش حق التكاليف، معيش حق ان انا اعمل اشعاعات وحاجات من ديت. المستشفى الاقتصادي لو عملوا العملية وزرع له شبكية دي مش أقل من 15-18 ألف جنيه، وأكيد حضراتكم عارفين بكده، في زرع شبكية، في البوصلة بتاعت العين دي انفجرت، في تكاليف كتيرة جدا هتتكلف بيها أنا مش قدها، أشعات وتحاليل وحاجات من ديت أنا مش قدها. أنا كل اللي أنا طالبه من ربنا إن أشوف إن ابني يعمل العملية، وإذا كان هتزرع له شبكية أو القرنية أو العين أو اللي الدكتور بيقول عليه، بس أنا مش في حمل إن أنا أعمل الحاجات دي.